بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهارده هناخد أول وحدة تانية في الصف الثالث الإعدادي، ودي الوحدة اللي بتتكلم على التيار الكهربي. ده أولاً. قبل ما نبدأ ونعرف يعني إيه تيار كهربي، إحنا عايزين نعرف سؤالين. السؤال الأولاني، إيه الكهربية دي؟ الكهربية دي بتيجي منين؟ أو سببها إيه؟ الكهربية دي عبارة عن إلكترونات حرة سالبة. السؤال التالي بيقول لي علم اختيار النحاس أو أسلاك النحاس في أسلاك الكهرباء، أو اختار النحاس في أسلاك الكهرباء. ليه بنختار النحاس مخصوص نحطه في الأسلاك الكهرباء؟ أولا لأن نواة ذرة النحاس بينها وبين الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأخير قوة تجاذب ضعيفة. قوة تجاذب ضعيفة. لما بنوصل السلك في الكهرباء، الإلكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الأخير للنحاس، لذرة النحاس، بتترك الذرة سريعا وبسهوله، وبتعمل سيل الالكترونات داخل السلك. تمام؟ وعشان كده بيسموها الكترونات سالبه حره. اذا لما يسالني يقول لي يعني ايه التيار الكهربي؟ يعني ايه التيار الكهربي؟ بقول له سريان الشحنات الكهربيه السالبه خلال الموصله. يبقى نرجع للسؤال، الكهرباء اللي ماشيه في السلوك دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكترونات سالبه حره. بتيجي منين؟ بتيجي من الذرات اللي بين النواه بتاعتها والالكترونات الموجوده في مستوى الطاقه الاخير قوه تجاذب ضعيفه او منعدمه. تمام؟ لما بنوصل السلك بالفيشه بتاع الكهرباء على طول الكترونيا كده، الالكترونات الموجوده في مستوى الطاقه الاخير بتترك الذره سريعا وتعمل سيل كبير جدا من الالكترونات وغير متقطع. طيب، خصائص التيار الكهربي. ثلاث خصائص. ثلاثة. واحد، شدة التيار. فرق الجهد. المقاومة الكهربية. هنتكلم أول حاجة النهاردة على شدة التيار. يعني إيه شدة التيار؟ في اللغة العادية باجي ألاقي مثلا وقت الضوء بتاع المصباح قوي جدا، وضوء ألاقيه ضعيف شوية، لو في ضوء أضعف. طب يجي منين الكلام ده؟ حسب كمية الكهرباء، كمية الالكترونات السالبة الحرة اللي ماشية في السلك. تمام؟ يعني ايش التيار؟ بقول له هي كمية الشحنات الكهربية السالبة خلال مقطع يعني قطعة من موصل في زمن قدر 1 ثانية. احنا عايزين نتعلم ازاي نطلع من التعريف قانون. الفيزياء كده، الفيزياء تعريف، اطلع من التعريف قانون، اطبق على القانون مسائل، اطلع من القانون وحدات القياس، وبعمل تمثيل بياني او بعمل رابطه. تمام كده؟ يعني اربطهم ببعض، اعمل مثلا زي ايه؟ علاقه بيانيه. يبقى شيء تيار هي كميه الشحنات الكهربيه السالبه خلال مقطع من موصل في زمن قدر 1 ثانية. لو انا بصيت على الجمله دي كلها ما لقيش الجمله دي اكتر من كلمتين بس ينفع يتعمل قانون. كميه الشحنات الكهربيه والزمن.
ما هو مفيش فيه مفيش قانون اكتب فيه هي ولا سالبه ولا مقطع، مفيش فين الكلام اللي ينفع يتعمل قانون؟ مش هلاقي اكتر من الكلمتين دول. اذا شيله التيار بتساوي كميه الشحنات الكهربيه على الزمن بالثواني. تمام، نشوف الرموز بتاعتهم عشان نسهل العمل. شيل التيار مرموزولة بالرمز ت، كمية الكهربية مرموزولة بالرمز ك، والزمن زي. تمام، وأدى المثلث بتاعها، والمثلث ده ليه فايدة جميلة قوي. فايدته إن أنا بجيب القانون على حسب المطلوب مني في المسألة. ك كمية الكهربية، ت في ز. طيب، طب لو طلب مني كاف كمية الكهربية، شوف ايدي كده، يبقى ما عادش عندي غلطتين، ديت عين لكن دي في، دي عين لكن دي في، حط ايدك كده، يبقى كاف بتساوي ت في ز. طب لو طلب مني زي، يبقى كاف على ت، كاف على ت. ده قانون شيل تيار سوى كمية الشحنات الكهربية على زمن، زي ما أنا قلت لك. الفيزياء تعريف، أطلع من التعريف قانون، أطلع من القانون وحياة قياس. نطلع تاني فوق كده، خليك معايا. يبقى إحنا عندنا ت بتساوي كاف على زمن. شيء تيار وحدة قياسها أمبير. وحدة قياس بتيجي بطريقتين، يا اما العالم اللي عمل القانون هو بيحط وحده القياس بتاعته، او بتيجي من القانون. يعني مثلا لما اجي اقول لك عين بتساوي فيها على زائد، المسافه بالمتر والزمن بالثانيه، يبقى السرعه بالمتر على الثانيه. كده انا طلعت وحده القياس من القانون. لكن في وحده قياس بتيجي على حسب الراجل او العالم اللي عمل الكلام ده. يبقى شيء تيار بتقاس بالامبير، كمية الكهرباء بتتقاس بالكولوم، تمام، والزمن بالثانية. معلش أنا هكتب القانون تاني بالعربي. شيلة التيار بتساوي كمية الشحنات الكهربية على الزمن بالثواني. أنا عايز أعلمك علامة كده عشان توصل السنة الجاية إن شاء الله في الثانوية. طبعًا إحنا هنا الجزء بتاعنا بيبقى خفيف سهل، لكن الكلام ده برضه هتاخده في سنه، بس هيبقى بكميه كبيره جدا علشان تقدر تسيطر على الكلام ده وتقدر ما تحفظش. عايزك تفهم، عايزين نتعلم ازاي اطلع تعريفات من القانون، ازاي اطلع تعريف الامبير، مش عايزك تحفظ، ازاي اطلع تعريف الكولوم اللي هي وحده القياس، اعرفهم ازاي من غير ما احفظ ولا ابص لهم خالص. يعني لو جالك 100 تعريف عليهم، 100 حاجه زي دي، من غير ما احفظ هطلع لك القانون، هطلع من التعريف من القانون، التعريف من القانون. طيب، ايه الامبير؟ الامبير ده وحده قياس، اول حاجه اكتبها جنبه، اكتبها الحاجه اللي هو بيقيسها، هو شده التيار. بص كده معايا بقى، بص كده معايا، شده التيار المره في مصر ليه؟ لنقل كميه من الشحنات الكهربيه من دارها 1 كولوم في زمن قدره 1 ثانيه. شوف انا جبت التعريف منين؟ من القوانين، من غير ما احفظ اهو. الامبير هو شيل تيار المره في مصر ليه؟ لنقل كميه من الشحنات الكهربيه مقدارها 1 كولوم في زمن قدره 1 ثانيه، من غير ما احفظه. الامبير هو شيل تيار المره في موصل في زمن، او لنقل كميه من الكهربيه. قد ايه الكميه ديت؟ 1 كولوم. الزمن بتاعها ايه؟ في زمن قدره 1 ثانية. طب نشوف كده تعريف الكولوم عشان نطبق الكلام والاتنين زي بعض. برضه من القانون. الكولوم هو كمية الشحنات الكهربية، ما هو الكولوم بيقيس كمية الكهربية. كمية الشحنات الكهربية المنتقلة في مصر، تمام؟ في زمن قدره 1 ثانية، لما يكون في تيار شدته 1 أمبير. تاني كده بعدين، خليك معايا. شيل التيار
تاني اسمع كده تاني اسمع كده. الكلو كميه الشحنات الكهربائيه، يبقى انا هكتب جنبه الحاجه اللي هو بيه ايه؟ الحاجه اللي هو بيقيسها على طول كده. عشان كده انا لما بيجي لي في الامتحان المصطلح عندي هو شيء تيار، على طول مباشره اكتب له ايه؟ الامبير. هو كميه الكهربائيه بس بيقرا بقى الكلام. كميه الشحنات الكهربائيه المنتقله في موصل، لاحظ كده ان كل كلمه جنبها يعني التحبيشه بتاعتها، شيء تيار المره في موصل. كميه الكهربائيه المنتقله في موصل، يعني كل كلمه كده لها معنى بتاعها. كميه الشحنات الكهربائيه المنتقله في موصل به تيار شدته، قد ايه التيار ده؟ به تيار شدته واحد امبير في زمن قدره واحد ثانيه. اسمع يا باشا، يبقى دلوقتي احنا جبنا ثلاث حاجات، جبنا تعريف، طلعنا من التعريف قانون، طلعنا من القانون التعريفات وحدة القياس. هناخد دلوقتي جهاز قياس شدة التيار. الجهاز اللي شدة التيار اسمه الأميتر. اسمه الأميتر. حتى تحس إن الكلام شبه بعض، أميتر، أمبير. لما ناخد فرق جهد، فرق جهد، فولت أميتر، فولت، كله على حرف الف. المقاومة أميتر، أوم، كله شبه بعض. جهاز قياس التيار اسمه الأميتر. طيب الأميتر ده خصائصه إيه؟ واحد يرمز له بالرمز A. يبقى أنا وأنا في الدائرة الكهربية قدامي حرف A أعرف إن هو بيرمز لمين؟ للأميتر. طب هو وظيفته إيه؟ يقيس شدة التيار. يقيس شدة التيار. ثلاثة، وحدة قياسه الأمبير. طب بتوصل ازاي في الدائرة؟ يوصل في الدائرة على التوالي. اسمع كده خليك معايا، شوف الرسمة دي كده، رسمة جميلة أوي. دي البطارية، ممكن يبقى عمودين، يبقى عمود براحتك، موجب وسالب عادي. موجب البطارية بموجب الأميتر، وده الرمز بتاعه موجب وسالب. ممكن أوصل الدائرة بمقاومة ثابتة أو أوصلها بمصباح كهربي، وده رمز المصباح الكهربي. والسالب ده أوصله بالطرف ده. ده اسمه توصيل على التوالي. تاني كده، يبقى جهاز قياس شيل التيار اسمه الأميتر. يرمز له بالرمز A. يقيس شيل التيار. وحدة قياسه أمبير. يوصل في الدائرة على التوالي. يعني لما يجي يقول لي علم، يوصل الأميتر في الدائرة على التوالي. أقول لك يقيس شدة التيار. يبقى دلوقتي احنا خدنا أول خاصية وهي من خصائص التيار الكهربي اللي هي شدة التيار. تمام؟ كمية الشحنات الكهربية السالبة خلال مقطع من الموصل، المرة خلال مقطع من الموصل في زمن قدره واحد ثانية. طلعنا من التعريف القانون قلنا شدة التيار بتساوي كمية الشحنات الكهربية على الزمن، بس الزمن بالثواني. شدة التيار مرموز له برمز T، كمية الكهربية كاف، الزمن زي، وأدى المثلث بتاعه. تمام؟ طلعنا من المثلث قانونين، يعني القانون ممكن يبقى ثلاثة. كاف بتساوي ت في زي، زي بتساوي كاف على ت. تمام؟ طلعنا من القانون وحالات القياس، ما غيرناش حاجة، الكلام بتاعنا واحد أهو. شيل تيار بتقاس بالأمبير، كمية الكهربية بالكولوم، والزمن بالثانية. يبقى واحد كولوم على واحد ثانية يدينا واحد أمبير. وعرفنا إزاي نطلع التعريف من القانون. الأمبير هو شيل تيار المرة في موصل للقط. كمية من الشحنات الكهربية مقدارها واحد كولوم في زمن قدره واحد ثانية. الكولوم كمية الشحنات الكهربية اهو، كمية الشحنات الكهربية المنتقلة في موصل. طب التيار قد ايه اللي ماشي؟ بيه تيار شدته واحد امبير في زمن قدره واحد ثانية. جهاز قياس شيل تيار اسمه الاميتر، يرمز له بالرمز A. يقيس شيل تيار، وحدة قياس الامبير، يوصل في الدائرة على التوالي. تمام كده؟ ودي الدائرة بتاعته. دي بطارية، بطارية وصبع حجارة، واحد يبقى بطارية، اثنين يبقى بطارية، خمسة يبقى بطارية، 10. موجب البطارية بموجب الأميتر، سالب الأميتر بنوصله بأحد طرفي المصباح الكهربي، والطرف الأخير بنوصله بالطرف السالب. طبعًا الدائرة كده تبقى كاملة. عايز تحط مفتاح مفيش مشاكل.
مفيش مفتاح برضه مفيش مشاكل. المره الجايه ان شاء الله هناخد الخصائص الثانيه التانيين اللي هو فرق الجهد والمقاومه الكهربائيه ان شاء الله غدا ان شاء الله.